السلام عليكم، ازيكم حلوين؟ ان شاء الله النهارده هنعمل العيش البيتي بطريقه سهله جدا وبمكونات كلها موجوده في البيت، مستوي ومش معجن وزي الفل. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول. اول حاجه معايا 3 كوبايات دقيق منخولين مرتين ورا بعض، كل ما بتنخلي الدقيق كل ما بيدخل فيه هواء والحاجه بتبقى هشه. الثلاث كوبايات بيعادلوا نص كيلو بالمج العادي اللي موجود في اي بيت. بعد كده هحط عليهم معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من بيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الحليب الباودر، تقدري تستغني عنها مفيش اي مشكله. هخلط كل المكونات الجافه واركنها على بعض، وانتي بتخلطي اخلطي بالراحه علشان ما تطلعيش الهواء من الدقيق اللي احنا دخلناه لما نخلناه. نيجي بقى للخميره بتاعتنا. معايا معلقه دقيق، دايما دايما لما تيجي تعملوا خبز في البيت حطوا مع الخميره معلقه دقيق، وبعد كده هحط عليها معلقه صغيره سكر وكيس واحد من الخميره او بما يعادل معلقه من الخميره الفوريه ويعادل برضو معلقه من الخميره الكبيره. هحطهم مع السكر ومع معلقه الدقيق، نص معلقه دقيق عليها نص معلقه سكر صغيره وكيس الخميره او معلقه الخميره وحبه ميه دافيه يعني حوالي لحد ودن المج كده، وهقلبها مع بعض لحد ما تتفاعل. مفيش 5 دقايق الخميرة بتاعتي بتتفاعل، هنزلها على الخليط بتاعنا او المكونات الجافة وهبتدي اشتغل واعجن فيها كويس جدا ولم كل الدقيق بتاعي. لما اجي انزل المية حاولي على قد ما تقدري ما تنزليش المية الا لما تكوني محاولة ان انت تلمي كل المية اللي كانت نازلة مع الخميرة بتاعتك الاول، والعجينة بتاعتك بتبقى يابسة كده. بعد كده ابتدي انزلي بالمية الدافية، هتحضري جنبك كوباية واحدة من المية الدافية للعجن. انا خدت تقريبا من نص الكوباية لتلات ارباعها، وده شيء بيرجع للعجين نفسه او للدقيق نفسه، فما اقدرش احددلك كمية المية الدافية. حطي شوية بشوية معلقة بمعلقة لحد العجينة ما تبتدي تلم معاكي على الاخر. محتاجة بقى صحة شوية، اقعدي عجيني شوية لان العجين بتاع الخبز بيحتاج شوية عجين زي اي مخبوزات، ويمكن ده اكتر شوية. كل اللي انت محتاجاه لو مش عندك عجان زي حالتي كده توكلي على الله، تقدري ان انت تشتغلي بايدك مفيش اي مشكلة لحد العجينة ما تلم معاكي على الاخر ومبقاش في دقيق نهائي في الطبق. بعد العجينة بتاعتي ملمت عشان ما تشققش وهي بتختمر، نقطتين زيت بس كده على ايدك امسحيهم على وش العجينة وغطيها بسترتش وحطيها في مكان دافي نص ساعة، هتلاقيها اختمرت والخمر بتاعها بقى الضعف. بعد كده زي ما انتم شايفين كانت العجينة بتاعتي اختمرت ما شاء الله، ملت الطبق بقت 3 اضعاف مش الضعف. هننزل الخمر بتاعها، ودي خطوة ضرورية، ما تاخديش من الخمر وتشتغلي على طول، مش هتنفع، العيش مش هيتنفخ معاكي ولا هيقب معاكي. لازم تقلبي العجينة كويس جدا علشان تشيلي الخمر بتاعها، وبعد كده هنبتدي نقطعها على كور صغيرة. التلات كوبايات دقيق عملوا معايا 10 ترغيفة، لو عايزة اصغر عايزة اكبر شيء راجعلك انتي، وطبعا تقدري تزودي كمية الدقيق وتزودي معاه كمية المكونات بتاعتك. بعد كده عندي عن اي حاجة عندك، صينية طبق اي حاجة، حطي فيه شوية دقيق مش كتير، حاولي ما تكتريش دقيق تحت العيش علشان ما يتحرقش معاكي في الطاسة اللي احنا نشتغل فيها. وبعد كده هبتدي ان انا اخد كور صغيرة جدا من العجينة. انا زي ما قلت لكم انا حبيت ان انا اعملها عيش متوسط، يعني لا صغير قوي ولا كبير قوي، فعملت لي 10 كور. اهم حاجة دلك الكورة كويس جدا في ايدك، وبعد كده لفيها كده ببطن ايدك، هتعمل معاكي كورة صغيرة وحطيها. بسيبها بعد ما بخلص الكمية بتاعتي كلها بسيبها تختمر من 5 دقايق ل10 دقايق بالكتير، وبعد كده ببتدي اشتغل فيها. اجي الخبز بتاعنا ما شاء الله بعد ما اختمر غطيته بس بفوطة وركنته في المطبخ كده 10 دقايق، وبعد كده هبتدي اشتغل فيه. هحط شوية دقيق وهاخد الواحدة بتاعتهم قطعة قطعة، احطها بدقيق بسيط خالص على قد ما تقدري علشان ما يلزقش في الطاسة ويتحرق منك. بعد كده هحط الرغيف بتاعي وابتدي افرده بالنشابة، لا عايزة تخين قوي ولا عايزة رفيع قوي، لو تخين قوي مش هيقب، ولو رفيع قوي مش هيقب، ولو مش مختمر كويس مش هيقب، علشان في كذا سبب ممكن يخلي العيش ما يقبش معاكي. انا كلت النشابة عندي بتمسك معايا شوية، فحطيت شوية دقيق على العيش بس من فوق علشان ما تلزقش معايا. زي ما قلتلك لو النار واطية خالص مش هيقب، النار بتبقى عالية على العيش على الطاسة من تحت، وهنشوفه دلوقتي. لو مختمرش كويس مش هيقب معاكي، ولو تخنتيه او رفعتيه مش هيقب معاكي. فدلوقتي هوريكم السمك اللي هو المفروض يبقى صح معايا بالظبط، لا تخين ولا رفيع، يا دوب. بعد كده بفرده كله كده على فوطه نظيفه واسيبه 5 دقايق يعني يختمر تاني، وبعد كده هبتدي اشتغل فيه. طاسه عندك على النار سواء جرانيت او تيفال، بلاش طاسه ستانلس عشان هيتحرق منك، بمنديل بسيط كده حطي فيه المنديل نقطتين زيت وامسحي بيه بس الطاسه.
مجرد ما الطاسه بتاعتي تسخن هنزل العيش يتشمع من تحت نص دقيقه، مجرد ما يتشمع ويبتدي يعمل فقاقيع من فوق هقلبه على الناحيه التانية يتشمع، هتبص تلاقيه ما شاء الله اتنفخ معاكي زي ما انتوا شايفين. لو ما اتنفخش من جنب اضغطي على الجنب التاني بتاع الرغيف هتبص تلاقيه كله اتنفخ ما شاء الله، ما بياخدش وقت. العشر رغيفه ما خدوش معايا على البوتاجاز نص ساعه، يعني الرغيف تقريبا بياخد نص دقيقه لدقيقه بالكتير قوي على البوتاجاز. طبعا اللون تقدري بقى تقلبيه على الجنب ده شويه والجنب ده شويه لحد ما تاخدي اللون اللي انت عايزاه. زي ما قلنا تمسحي بزيت مسحه بسيطه خالص خالص عشان بس الزيت هيديكي لون حلو. بعد كده مجرد ما يعمل معاكي فقاقيع تقلبيه على الناحيه التانيه وتسيبيه هيتنفخ معاكي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه الطاسه تكون سميكه، ما تكونش استلس ولا المونيا، يا تيفال يا سيراميك او تقدري تستعملي الصاج بتاع الفرن زي ما انتم شايفينه. اهم حاجه ان انت بمجرد ما تطلعيه من على البوتاجاز من على الطاسه تسيبيه يهدى شويه، وبعد كده تلفيه كله في فوطه مطبخ تكون نظيفه او اي حاجه قطن عندك علشان يبقى طري وجميل. هفتح لكم واحد دلوقتي علشان تشوفوه من جوه عامل ازاي، مش معجن ومش مكتل ومستوي وجميل وزي الفل وطري، وحاجه تفتح النفس، حاجه جميله كده في البيت. انا عملته لان كنت صحيت ما لقيتش عيش فقلت اصحيهم كده على ريحه الخبيث في البيت. ده كان الفيديو النهارده، ما تنسيناش بقى في اللايك والشير والدعوه الحلوه. سلام عليكم.